هذه كرة قدم ما تعرف بطل دوري ولا بطل والله بطل كاس والله اين كان هاجم انت حم مغلوب واحد مفروض تهاجم يعني مستوى محرق ضعيف وما يستاهلون الدوري السلام عليكم رقم 10 مو كل من هب ودب يلبس ابو محرق صدارة وبس للرفاه يمين السادة المشاهدين يمين المنصة الرئيسية لاستاد البحرين الوطني كل التوفيق لكلا الفريقين كل التوفيق ل بطل كأس جلالة الملك الله شو أقولك أنا استغربت يعني يوم دشيت قلت يعني يمكن كأس الملك إنه دافع حق الجمهور وإنه أخذوا رفع البطولة لكم جمهور قليل يعني مستغرب يعني الظروف يمكن في المستوى يمكن بداية الدوري لازم لكن إن شاء الله اليوم إن شاء الله فوزي الرفاع يواجه الليوث ولا يواجه أي فريق إن شاء الله الرفاع جاهز لكل المباريات والمفروض إن شاء الله الرفاع يبدأ من المباراة مثل مباريات الكؤوس يعني ما يحاول يخسر أي نقاط إذا يبي يصدر إن شاء الله ويأخذ بطولة الدوري ويترك عنا الكاس خلاص الكاس الحمد لله رب العالمين كاس جلالة الملك أخذوه فحين يبتدون صفحة جديدة احتراما حق الخاسم على عيني ورأسي للبيوت بس الرفاع ده شيء بدافع قوي من عقب الكاس الملك فأتوقع إن شاء الله المباراة سهلة بس أنت قدرت تتغلب على جميع الأفرقة إلا الشرقي ما تغلبت عليه بعد الشرقي الاحترام وفريق زين بس أتوقع رفوع الحين غير يمكن كانت المباراة اللي طابت وياهم كانت في بعض الأغلاط بس أتوقع تعدلت فإن شاء الله نفوز حق الرفوع راح يعلق علاها خطرة هذه خطرة والجول ضاعت على الرفوع فرصة هذه كرة قدم ما تعرف بطل دوري ولا بطل والله بطل كاس والله اين كان واصلا ولا يفوتني ان انا اشكركم على هالبرنامج الطيب يعني اثرى اثارة طيبة في المدرجات واعطى طابع طيب للدوري واتمنى التوفيق ان شاء الله للشرقاوي اليوم وان شاء الله يكون في على الموعد ان شاء الله أول شيء طبعا مبارك حق رفاع الغربي بطولة نادي الرفاع بطولة الكاس طبعا ناس ما يقولون دوري عندنا ما في فريق صعب كل الفرق يعني متساوية بس اليوم نادي الرفاع الشرقي يفتقد تقريبا عنده ثلاث عناصر إصابات لكن بعد ما أقول يعني بعد الشرقي قادر إن شاء الله توصل شرقاوية وفي هذه اللحظة سيداتي أنساتي سادتي مشاهدي الكرام والله الأداء من عقب الواقفة الحمد لله زين إن شاء الله نتمنى شوط ثاني شوط أحسن يعني توقع هل تقدر تغلب الرفاع؟ إيه عودي فريق الرفاع فريق عودي ترى يعني مأخذ كأس الملك عودي كل ما يقدر يأخذ كأس الملك الحين تأخذ النقاط الثلاث اليوم؟ بإذن الله شوط أول كأداء زين محافظ صاك ملعب قال ما يقدر حاولنا ما يستقبل الهدف في الشوط الاول فاكيد انه تكتيك الشوط الثاني بيكون فيه تغييرات بيكون فيه تغيير في اماكن اللاعبين نفسها فان شاء الله الشوط الثاني يكون افضل حق نادي الرفاع الشرقي نتمنى ما اقول لك ان فريقنا افضل من فريقهم ماخذ كاس جلاله الملك فريقهم افضل وعندهم لاعبين يمشون كره احسن بس نتمنى ان ياخذون منهم لو نقطه على الاقل يعني والله اللعب كان متكافئ بين الفريقين بين الشرقي والرفاع كان متكافئ يعني في النص كان اللعب ان شاء الله الرفاع الشرقي في لباس السماوي والرفاع الشرقي راح يكون على يسار الساده المشاهدين يعني رتم المباراه يرتفع عامل السرعه موجود رغم انه ما شاهدنا ولا هدف كره ملعوبه الله اكبر الله اكبر عليك الله يا سمر الملاعب الله يا اصحاب السعاده لا إن شاء الله بيردون الشرقاوية بيردون إن شاء الله
بس شوية بينهم يشيكون على المرمى أكثر يعني. بس هاي الرفاع بطل كأس الملك مهما كان، هما عقدتهم الشرقي معروفة من سنين وبنين، وإن شاء الله بنرجع بالمباراة إن شاء الله بتشوفون. ظروف الفريق هاللون ما نقدر نقول له يعطي أكثر مما عنده، لأن الإمكانيات ضعيفة، إصابات كثيرة، المدرب يعني ما نقدر نقول جبان، لكن ما قاعد يهاجم. أنت حم مغلوب واحد مفروض تهاجم يعني، لكن ظهر المدرب يبي يطلع بقل الخسائر، لكن الحمد لله على كل حال الله يوفقهم إن شاء الله. في مشاكل كثيرة في الفريق وفي الخطة، يلعب كثير دفاع مبالغ فيه، لكن ننتظر منهم على الأقل نطلع بتعادل اليوم، خاصة أن احنا فريق الرفاع، فريق يعني الرفاع الغربي صراحة فريق متكامل يعني، عنده 11 حل، احنا ما عندنا ولا حل، فمن كذي الرفاع متقدم علينا بهدف، وإن شاء الله تكمل المباراة إن شاء الله بقل الخسائر. الحمد لله رب العالمين، فضل الله ثم جهود اللاعبين، الرفاع قدرنا يسجل بداية الشوط الثاني، وإن شاء الله نتمنى احنا بعد يسجلون جول ثاني بعد. بس هاي الليوث شرقوية يمكن بأي لحظة يتعادلون إياك. فريق الشرقي فريق منظم، فريق ممتاز، ما نستهفي ولا نستصغره، بس لا الحمد لله مستوى طيب من فريق الرفاع، ويبشر بخير، والحمد لله تونا ماخذين كاس الملك، لا وباذن الله ان شاء الله اليوم فايزين على الشرقي. والله شوف احنا نتمنى حق الرفاع الفوز ان شاء الله، لعبوا شيء طيب اليوم ونتمنى لهم ان شاء الله الفوز ان شاء الله. ما صراحه اتوقع لهم 2-0. الشرقي قادر انه يعاد النتيجه. اي نعم، الشرقي ظهر بمستوى مميز اليوم وعندهم مدرب محنك، لكن ان شاء الله تمشي الامور وتخلص النتيجه على 1-0 او 2 اذا بهجمه مرتده او باي طريقه كانت. واثق من نقاط 3؟ والله على مستوى اليوم مو واثق لحد الحين، بس ان شاء الله نحصلها باذن الله، لان الفريق حاصل فيه دروب وان شاء الله بيرجع من المباريات الجايه. أنا أقول عن الشرقي أول شيء، مدربهم لاعب 5 دفاع ذبحنا، كنا يلعب ضد منتخب برازيل يعني، هاك هو داش حق التعادل، يبي التعادل. بس أنا عندي عتب على توقيت المباراة. زين، هذه المباراة أقوى، مع احترامي يعني، أقوى من مباراة البداية. زين، هذه ديربي الجيران. زين، شو اسمه، ما يصير حطينا 5 و10. 15 يعني اللي بيطلع له مدون 2-3، 2.5، متى بيتقدم، متى بيصلي، متى بيسافر، متى بي توصل طال مبارك. هو الجول عبد الله، حاول يمر، موه في الجول، خطره وتشيك، جول جول ثاني، جول رفاعي، جول للسماوي، الله 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 الله، الهدف الثاني للرفاع، الثاني لسمر الملاعب. هذه المباراة متوقعين يعني ان المباراة شوي بتكون مضغوطين اللاعبين عقب نشوة الفوز، بس الحمد لله 3 نقاط مهمة تحافظ صدارة الرفاع، ان شاء الله دائما ان شاء الله للامام، فوز بعد فوز ان شاء الله نحقق ان شاء الله الاهم اللي هو الدوري ان شاء الله بعد. اكيد مهمة، منها بس تحافظ الصدارة، نتمنى ان شاء الله نواصل ان شاء الله ما ياخذون محرك ولا احد. الرفاع بياخذ الدوري هالسنة ان شاء الله، ان شاء الله ده محرك، انا محرك يقول شيء. رجعنا للصداره، تعرف الفرق بالطريقه، الرفاع رجع الحين حق الدوري، تركيزنا كله على الدوري الحمد لله. الشرقي خذوها القسم الاول، اخواننا وجيراننا وحبايبنا حلال عليهم، بس هذه رقم احنا فيها تحديد بسيط، احنا قاعد نشوف الدوري. بس حبيت اقول كلمه، هذا السماوي معروف لاحد حبهم الشقاء للأبد، تحياتي لكم، مشكورين على هالتغطية الحلوة. أنت أول ما جيتني في بداية المباراة أنا قلت لي شارقي غلبينك في الدور الأول، قلت لك بتطلع حرارة الدور الأول، وقلت لك بتخلص 2-0. هاي الرفوع حبيبي الحمد لله صدارة، بس 3 نقاط مهمين حق الرفوع. إذا نوت شي وقبة يسجل ثاني أهداف الرفاع ويرفع رصيد الرفاع إلى 24 نقطة في صدارة دوري ناصر بن حمد الممتاز. الحمد لله رب العالمين توفقنا، مثل ما توقعت انا توقعت 2-0، حتى الولد توقع بعد ان النتيجة 2-0. بس انا اللي حابب اقول حق الجمهور، اقول لهم ان حق جمهور بحرين عموما، الرفاع الغربي جوارح،
يقول لك الجارح له مخلب لذا ربه الكافر أسلم. فهاي تشبيه إن الدوري إن شاء الله مشابسين عليه إن شاء الله بمخالبهم ما بيأخذ. شو عليهم؟ أقول لك أبو بعض الصدارة تخسر منامة إن شاء الله. خسر منامة؟ إيه حق عدد القبول. الرفاع بيأخذ الدوري؟ إن شاء الله. جيني أبيك جيني هنا في الدوري. أخذ الدوري تحق. تحكيمي حاضر مع بداية هذه المباراة، نترقب صافرة بداية هذه المباراة من قبل الحكم الدولي إسماعيل حبيب ويساعده كل من الحكم المساعد الأول نواف شاهين والمساعد الثاني مجدي النجار والحكم الرابع أحمد خليل. طبعا الكل عارف أن عندنا إصابات عندنا توقيفات، فإن شاء الله البركة في الشباب واستعدادنا استعداد حق اي مباراه عاديه. يعني احنا ما نطلع اللي راحوا قدام، احنا نقول حق فريقنا اغلب باللي عندك واجتهد باللي عندك وان شاء الله رايحين لهم وبنطوف ان شاء الله. بعد يعني اذا انت تحب النادي وتحب وتشجع الفريق لازم تكون تتامل منه كل شيء يسويه، والمحرك ترى على فكره نفس الحصان العربي الاصيل ما يوقف إلا في النهاية. نظراً لقلة تواجد جماهير البديع مقارنة بمباراتهم الأولى مع المحرق في القسم الأول، إلا أن اليوم يوجد عدد قليل ولكن أيضاً يمتنع عن التصريح لبرنامج المدرج، فإلى متى سيبقى هذا الامتناع عن التصريح إلى مايك المدرج؟ بعد ما خروجه من بطولة كأس جلالة الملك عرف أثرت فيه كون نادي كبير ويخرج على يد غريم الرفاع ذهاب وأياب وهروب مدربهم على ما سمعنا هروب مرة هروب مرة احنا سمعنا هروب. فاحنا نتمنى اليوم يكون فريقنا هو اللي يحقق الفوز في هذه المباراة ان شاء الله ويرتفع شوي قليل ان شاء الله بإذن الله عن منطقة الخطر. والله اتوقع ان شاء الله 2-0 2-0 يفضل، يعني هو فوز يعني 2-1 2-0 اهم شيء ان احنا نفوز يعني. وفريق الرفاع يتمنون ايضا بالبديع انه ايضا يسدي لهم خدمه من خلال هذه المباراه. تسديد حضر الجول، جول بدعاوي اول. والله انا حسب نظرتي حق فريق المحرك اشوفه اليوم بالغيابات اشوفه وايد متواضع، وان شاء الله لاعبينا قادرين بالروح اللي عندهم باذن الله ان شاء الله ناخذ 3 نقاط. جمال راشد ممكن يسدد تمريره خطره فيه جول فيه جول فيه جول فيه جول فيه جول جول جول. واضحه وضوح الشمس واضحه وضوح الشمس. عيسى موسى بريتو، لكن وين هي الأقرب إلى حارس المرمى سيد المرمى السيد محمد جعفر. إذن يبدو في هذه اللحظة عيسى مشيري الكرام تأتي صافرة حكم الساحة الدولي. والله شو أقول لك، ما في لعب يعني زين اللي يضرب جول، بعد دفاع مفتوح لعب كلش سيء. هل هو بسبب الإصابات اللي يعني توقيف اللاعبين وإصابة اللاعب ولا ما بعرف، يعني فريق كلش مستوى سيء. يا يبي كار الفوز القسم الاول اليوم على محرك يبدأ اذا لعبوا يستحقون الفوز، الفريق اللي يلعب هو اللي بيفوز اذا لعبوا، ونبارك لهم اذا فازوا بنبارك لهم. واضح معك على الشاشه وصوره طبعا فريق المحرك بالزي الرسمي بالقمصان الحمراء ماخذ الجهه اليمنى الان بالنسبه للساده المشاهدين الكرام، بينما فريق البديع بايضا الزي الرسمي بالقمصان البيضاء والخضراء. المحرك تبديل يبدو تيجاني بالعيد المحترس والجول. هدف بدعاوي ثاني.
اللي اعتمد على الشباب صدق البياوي ولا بقيه المدربين ترى منهم مو معتمدين على الشباب نهائيا، مو معتمدين مع انهم اللي شايلين الفريق. في الانديه الثانيه ينعطون فرصه كامله ويلعبون من احسن ما يكون، ومحرق لا مستحيل يلعب. والدوري من الحين انا قلتها ومن قبل قلتها واقولها مره ثانيه، الدوري للرفاع، واللي بيقول غير ذي الكلام يبين لي في الملعب النبي. بس اللي ناقص بعد يكملونها ويقولون نبي المباراه الاخيره على ملعب محرق عشان ياخذون الدوري من هناك. تكتمل يعني مع الاداره هذه صراحه كل شيء متوقع من الاداره. والله اذا ظهرت تعادل او فزنا هاي المفروض الجمهور كله يصلي ركعتين شكر تحت صراحه يعني. والله اقول لك هاي الصدق، وشلون الدربالي بتنازل عنه عشان اجيب واحد يسمونه صانع لعب وعندي الاحمدي من احسن ما يكون؟ ليش انا اجيبه هذه صانع لعب واخليه يلبس رقم 10؟ رقم 10 ممكن من هب ودب يلبسه ومحرق، لازم يعرف هاي قيمه رقم 10 شنو هو اول شيء، حتى الاداره لازم تعرف. راح يصمد والله لا خطره هذه عرضيه دربك بالجول. اوه اوه قد تكون الفرصة الأخيرة خلاص. أقول إن هذا اللاعبين شوية ناقصين، فيهم شوية مصاب هنا، والهجوم شوية ناقصين من هجوم علينا كذا محرق بتخسر شوي. لا إن شاء الله ما تخسر، إن شاء الله تفوز. يعني اليوم محرق بتفوز على بداية؟ إيه إن شاء الله محرق تفوز، لأن محرق قوي على البداية بعد، لأن هذه سالم محمد جعفر بعد حرس قوي هو، إن شاء الله يسدها، إن شاء الله محرق تفوز. جونيور برازيلي اوه ذكي والله، والله لاعب كبير ذكي جونيور برازيلي. إذن اعزائي المشاهدين الكرام في هذه اللحظه تاتي صافره حكم الساحه الدولي اسماعيل حبيب واعلن عن نهايه المباراه. ما يستاهلون لو فازوا محرق وتعادلوا، ما يستاهلون. وانا محرق واقول لك ما يستاهلون، لو تعادلوا ويا بدايع حرام، بدايع هم اللي استاهلوا الفوز. يعني فيها فرقه جهد وتعب يعني مستواهم او وضعهم اسوء من محرق، بس قاعد يغرمون افضل من محرق. هالموسم حرق بهوا. قلت لك آل المستوى ضعيف، طقونا أول مرة وطقونا مرة ثانية، مستوى محرق ضعيف وما يستاهلون الدوري. السلام عليكم. بالأمان أنا في أنا حلمان في هذه المباراة، والله العظيم أقسم بالله أنا أقول حق الشباب مساء، أنا أمس حلمان إن إحنا نفوز 2-1، وقحص حتى مخترع إن إحنا نفوز على محرق مرة ثانية. يعني هار لهم الذيب الحمر، هار لهم. وما بروح حق رفاع الدوري، يستاهلون رفاع. ولادنا ابو شمسان بعد ما قصرنا وياه، ولادنا بعد المدرب غدير على عاشور يستاهل. هار لكم مره ثانيه جمهور الحرق، ومبروك جماهير البدايه، وان شاء الله قادم